عليكم. في الرياض مئات الألوف من النخيل ما حد يعتني بها ولا حد يلقحها. أطرح فكرة مشروع لو في شباب يأخذون هالنخيل هذه ويلقحونها ويزينونها ويستفيدون من ثمرها وراها خير كثير. بس على ذلك باقي مناطق المملكة النخيل اللي في الشوارع والحدائق تتكلمون عن ملايين. ترى اللي بيهتم فقط بتلقيحها وجني ثمرها ما وراها كالمجهود، فقط تلقيح وجني الثمر فقط لا أكثر. باقي المؤونة والتعب وهذا شايلته عنها البلديات، يعني مشروع ناجح إن شاء الله 100%. المشروع الثاني، أنا شايف أن البلدية تمنع الشباب من أنهم يبيعون جح أو فواكه في الشوارع. طيب ليه ما يحولونها إلى فود تراك؟ يصير الفود تراك بما أنه مصرح به يبيع فواكه، وتجيك الفاكهة مبردة ونظيفة ومرتبة، إيش رأيكم فيها؟ وراح تكون ميزته أنه هو أربح، لأنه يختلف عن ذاك، هذاك في مصاريف واجد، الطبخ والنفخ هذا ما في شيء، برد وبيع. فين هذه؟ الأسود هذا بذور نخيل الواشنطنية، هذا في سعودي مستثمر فيه. هذا يجمعها من الشوارع ويغلفها وينظفها ويبيعها عن طريق أمازون، معين فيها خير كثير. التمر اللي يهدر من نخيل الشوارع أولى مليون مرة من بذور الواشنطنية، وين عنه؟